السلام عليكم، وياكم رشا من مطبخ رشا. طبعا بعد هالجولة الحلوة نبدأ نسوي الخبز المشهور في تركيا اللي هو خبز البيضة. نبدأ نسويه لأنه ياخذ وقت أطول ويلائم الوصفة اللي حنسويها سوية يعني وياها يتقدم.
فبالبداية نبدي بالعجينة لأن تأخذ وقت بالتخمير. نخلي ربع كوب من المي، ونضيف ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر، نخلطهم سوا. وأكيد بعدها نضيف باقي المقادير اللي هي كوب من الحليب السائل، وربع كوب من الزيت، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وثلاثة أكواب من الطحين. أكيد نخلطهم وبعدها نبدي نعجنهم سوية. أنا حكتب لكم المقادير مالتهم بصندوق الوصف. وطبعا اكيد من سويتها بهالشكل اغطيها واخليها ترتاح فد 10 دقائق. يلا ادخلها للفرن حتى شوية ترجع العجينة تنفش من جوا. بعد ما نخليها ترتاح مدة 10 دقائق وندخلها الفرن، احنا نروح نكمل الجولة مالتنا. طبعا هذا يوم جديد، تريقنا وبعدها طلعنا. واكيد اني حكتب لكم كل شغلة انه او عناوين الاماكن، واللي يحب يشوف الفيديو كامل بالتفصيل مالت السفرة مالتنا حخلي لكم صندوق الوصف الرابط مالت السفرة
مالتنا يعني كامل وبالتفصيل للأماكن وهواي شغلات حتى معلومات حلوة إن شاء الله تفيدكم. أكيد بعد ما جهز عندنا الخبز خليته، وهسه أرجع أكمل الكفتة التركية. جدا طيبة الكفتة التركية مالتهم اللي تتقدم من البرغل الأحمر، فحنسويها. أحتاج فقط بصل، الأفضل إنه تبرشوه، لكن أنا ما برشت هنا صراحة عاجزة شوي. رشيت لها ملح خفيف وهيش ورقته بإيده حتى شوي يبل، وأكيد شوية من الكرفس أو معدنوس أو بقدونس ما يعرفوا، يعني شيء بسيط. وبعدها أضيف بقية المكونات اللي هي اللحم المفروم. اللحم المفروم لازم يكون شوية دهين، ليش؟ لأنه أنا حشويها مو حقليها، فيفضل أن يكون شوية دهين. وأبدي أضيف البهارات اللي أحتاجها أنا. أكيد أضيف شوية بالبداية بقسم تقريبا فد ملعقتين أكل أو ملعقة، أو إذا ما موجود يعني تقدرون تخلون بدلها كعك مطحون. أضيف شوية بابريكا باردة أو حارة مدخنة، فلفل أسود، أضيف شوية كمون، هم يضيفون كمون يحبون وياها، وكذلك الملح ما أنسى، وشوية ثوم بودرة كلش قليل، يعني هيك شيء فديك رشة بسيطة جدا يعني. وهذا الملح، وأكيد ما أنسى البيضة وحدة أضيفها وياهم، وشوية رشة جوز الطيب تنطنكها جدا مميزة. أبدي أخلطهم العفو أو أعجنهم سوية، وأكيد شوية إذا يحتاج رشة مي، بس هي البيضة يعني تكفي وتوفي. هنا شوية أخلطهم وبعدين حبدي أضيف البيضة
على مود المكونات والبهارات، يعني تتوزع كل شغلة موجودة بها. بعدين أسويهم أقراص، وهالأقراص أدخلهم تقريبا للثلاجة فد يعني ربع ساعة نص ساعة، وبعدين تبدون تشوها حتى تطلع أطيب. هذا شفته أنا طبعا بعيني إنه الكفتة مشكليها ومقرصيها ومخليها داخل برادات. هنا أضفت البيضة وكملت شوف العجين شلون صارت، أخليهم وأتركهم بالثلاجة. وبين ما أكمل البرغل الأحمر نرجع نشوي الكفتة ونقدم الطبق مالتنا. سنبدي نسوي البرغل الأحمر. طبعا أنا نزغرت أكثر من مرة، أنا صراحة من رحنا تركيا جدا عجبني طبق البرغل، فقمت هواي أسوي للبيت. فهنا مجرد زيت وشوية شعرية، إذا موجود ماجي يكون أفضل. بهالمرحلة تضيفوه تخليه يحمس وياه. هذا البرغل، البرغل الخشن حضيفة. أنا هنا هذا البرغل أغسله غسلة خفيفة وبدون تنقيع، هذا هنا فقط غسلته. أنتظر الشعرية تتحمر ويا الماجي إذا عندكم موجود، وبعدين أضيف المعجون وأضيف البهارات اللي أنا أحبها ويجهز عندي، ما يحتاج له شغلات. هذا عندي بهارات ثانية دجاج استخدمتها مكان الماجي، وأكيد فلفل وشوية بابريكا فقط لا غير، فقط هذولا. وطبعا أضيف هسه المعجون، أريده شوية ينحمس وياها قليل مو هواية. وبعد ما أنطي حمسة خفيفة أبدي أضيف البرغل وأضيف المي والملح. هنا فقط أشيك الملوحة مالته، يعني إذا تضيفون ماجي لا تضيفون ملح هواية. وأضيف المي أخليه شوية ينشف من عنده، وما أخليه هواية على النار، يعني مجرد هذا يعني 5 دقائق 7 دقائق بالهواية ويجهز عندي. نظفت كل الشغلات اللي أحتاجها، ملح والبرغل أخلطهم سوا وأضيف المي ونكمل. شوفوا بهالشكل، قلل النار وغطيه بنايلون او ورق زبدة او قطعة قماش، شوفوا النتيجة شلون طلعت، يعني يجنن بمعنى الكلمة. اللي يسوون دايت يفضل يعني يستخدمون هذا، وتقدرون تستخدمون مكان الزيت زيت الزيتون او شلون تحبون تضيفون زيت، كلش كمية العفو قليلة كلش. هذا هنا نكمل جولة مالتنا، واكيد حرجع لكم ويا تقديم اخر شيء الفيديو مال الوصفة مالتنا. الوحيد اللي يقدر يدخل الشاطئ بالعشاء